كان شريك القاضي يشاحن الربيع صاحب شرطة الخليفة المهدي، فحمل الربيع المهدي عليه، يعني أوغر صدره عليه. فدخل شريك يوما على المهدي فقال له المهدي: بلغني أنك ولدت في قوصرة، والقوصرة يجعل فيها التبن لتبيض فيها الدجاجة أو تفرخ أو سبت البلح. فقال: ولدت يا أمير المؤمنين بخراسان، والقواصر هناك عزيزة. قال: إني لأراك فاطميا خبيثا. قال: والله إني لأحب فاطمة وأبا فاطمة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأنا والله أحبهما، ولكني رأيتك في منامي تصرف وجهك عني، وما ذاك إلا أنك تبغضني، وما أراني إلا قاتلك لأنك زنديق. قال: يا أمير المؤمنين، إن الدماء لا تسفك بالأحلام، وليست رؤياك رؤيا يوسف النبي عليه السلام، وأما قولك بأني زنديق فإن للزنادقة علامة يعرفون بها. قال: وما هي؟ قال: بشرب الخمر والضرب بالطنبور، يعرض بالربيع. قال المهدي: صدقت أبا عبد الله، وأنت خير من الذي حملني عليك.